والبدعة كما ذكرنا لا تدخل إلا في العقائد والعبادات ولا تدخل في المعاملات، وهي تنقسم إلى قسمين: بدع حقيقية وبدع إضافية. فالبدع الحقيقية هي ما كان زيادة في الشرع لم يأذن به الله، لم يأذن بها الله، سواء كان ذلك في الاعتقاد بأن تعتقد أمرا لا دليل عليه من وحي، أو في العبادات أن تشرع عبادة زائدة على ما جاء في الشرع من عند نفسه، هذه البدع الحقيقية، وهي ضلالة وهي في النار كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القسم الثاني البدع الإضافية، وهي ما دل الدليل على الدليل العام على أصل مشروعيته دون التفصيل، فيضيف الإنسان تفصيلات. فالله سبحانه وتعالى مثلا شرع لنا الذكر فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر أمرنا الله بالإكثار منه لكن لم يحدد لنا عددا محددا، فيأتي من يجرب تجارب فيقول: أنا وجدت أن كذا وكذا من التسبيح علاج للمرض الفلاني من أمراض النفس، أو كذا وكذا من التكبير علاج للرياء أو علاج للسمعة أو علاج لرؤية الفضل على الغير أو علاج لأي مرض من هذه الأمراض بعد تشخيصها. وهؤلاء أهل الخبرة في مجال علاج القلوب لهم تجارب في هذا المجال، هذه التجارب لا يمكن أن تلحق بالشرع بوجه من الوجوه، ولكن نجعلها في نصابها أي مثل تجارب الأطباء على العلاجات الجسمية، وقد اختلف أهل العلم في حكمها في البدع الإضافية، هل هي داخلة في عموم البدعة فتكون حراما وضلالة أو لا تدخل في نطاق البدعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعضها، فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الخلاف أصلا ليس داخلا في محل النزاع، وذلك مثل قول الأنصاري الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بعد الفاتحة دائما أو يختم بها كذلك دائما، حديثان. فأصحابه رأوا أنه ابتدع بدعة وأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشتكوه إليه سأله قال: صفة الرحمن فأجدني أحبها، قال: حبك إياها أدخلك الجنة، فأقره على ذلك. وكذلك الذي قال في الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا القدر متفق عليه وهو في عند الجماعة جميعا، وزاد النسائي: كما يحب ربنا ويرضى. فهذا الرجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي أتى به هو من عند نفسه، هذا الدعاء الثناء داخل في نطاق الذكر ولكنه ليس توقيفيا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل رأى 34 ملكا يبتدرون كتابته، هذا إقرار بالاستحسان. وكذلك الآخر الذي أثنى على الله فأبلغ الثناء، فأتى النبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فجاء بذهيبة في تربتها وفي معدنها فقال: خذ هذا بحسن ثنائك على ربك. وعدد من الذين أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمور فعلوها من عند أنفسهم كالرقية، جعل يقرأ بسورة الحمد ويجمع بزاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره قال: وما يدريك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. هذا النوع كان بدعا إضافيا قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، ولما أقره أصبح سنة. لا فرق عندنا في السنة بين السنن القولية والسنن الفعلية والسنن التقريرية من ناحية التشريع، إلا أن السنن القولية تتأخذ منها الأحكام الشرعية كلها الأقسام الخمسة، والسنن الفعلية يؤخذ منها حكمان فقط: الندب والإباحة. والسنة التقريرية لا يؤخذ منها إلا حكم واحد وهو الإباحة فقط. فبعض أهل العلم قالوا البدع الإضافية داخلة في نطاق البدعة، فلو كان هذه الأذكار لو كان شيء منها معين علاج لهذه الأمراض لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به وقد قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنه، وقد أمره الله بتبليغ ما أوحى إليه فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقد بلغ رسالته ونحن نشهد، وشهد الله له الله بذلك فقال: فتول عنه فما أنت بملوم.
ما على الرسول إلا البلاغ المبين. والآخرون قالوا حديث أبي سعيد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه أن الفاتحة رقية من السم، ومع ذلك أقر عليها. حديث الدعاء الرفع من الذكر الركوع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلع عليه أحدا، ومع ذلك أقر عليه فيقيسون عليه. فيبقى الخلاف قائما في البدع الإضافية من هذا القبيل. البدع الإضافية لا شك أقل شأنا وأقل إشكالا من البدع الحقيقية. ما الفرق بين المصالح المرسلة التي يعتبرها المفتي وبين البدع الإضافية؟ الفرق قاعدة مهمة، وهي أن ما كان في العهد النبوي في وقت التشريع دعت إليه الحاجة فترك ولم يفعل فهذا يدخل في نطاق البدعة، وما لم تدع الحاجة إليه في العهد النبوي ولم يكن موجودا وتجددت الحاجة إليه يدخل في نطاق المصلحة وليس البدعة. كتابة المصحف هذه لم تكن في العهد النبوي، ولكن أجمع عليها الصحابة لأنها مصلحة وليست بدعة. تدوين السنة لم تكن في عهد الصحابة، وإنما بدأت في أيام عمر بن عبد العزيز في أيام التابعين وأجمعت عليها الأمة. تأليف الكتب لم يكن في أيام التابعين، وإنما كان في أيام أتباع التابعين فأجمعت عليه الأمة. فكثير من الأمور التي قد تستنكر في وقت معين. تدوين السنة في بدايته لاقى معارضة شديدة، كتابة المصحف في بدايته لاقت معارضة حتى من عمر بن الخطاب ثم من زيد بن ثابت في أيام أبي بكر، ثم في أيام عثمان لاقت معارضة حتى من ابن مسعود. لكن ينعقد الإجماع على هذه الأمور تصبح مصلحة راجحة. كذلك بناء المحاريب في المساجد، بناء المآذن لم تكن في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين. أول من اتخذ محرابا في المساجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، اتخذ مقصورة لأنه الخوارج أصبحوا يقتلون بعض الأئمة كما قتلوا عليا، وحاولوا قتل عمرو بن العاص فقتلوا خارجة بمصر، فاتخذ معاوية مقصورة لحراسة الإمام. هذه أمور تتجدد وفيها مصلحة للناس، فلا يمكن أن ندخلها في نطاق البدعة لأنها لم تكن الحاجة قائمة إليها في العهد النبوي وتجددت الحاجة إليها اليوم. فرسب الصحابة للمصحف لم يكن هو المأخوذ به في العهد النبوي إذا لم يكن توقيفيا. ضبط التابعين بالنقط والشكل محدث ولكنه مصلحة وليس بدعة. فكذلك لا بد أن يكون المفتي مستحضرا لهذا التفريق بين البدع والمصالح إن شاء الله. طيب، لا بد أن يكون مستحضرا للتفريق بين البدع والمصالح، وأن يأخذ بأرجح المصلحتين، وليعلم أن المصلحة المتمحضة متعذرة. أمورنا اليوم الدنيوية من النادر جدا أن تجد مصلحة خالية من المفاسد، لا بد أن يكون فيها بعض المفاسد، لكن حاول أنت الترجيح بين هذه، وهذا هو إعمال الاجتهاد وهو مجاله، ترجيح بين المصلحتين وبين المفسدتين، ترجيح بين كبرى المصالح وصغراها وهكذا. فهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي في هذا المجال.